طبعا هنروح لخبر مهم جدا النهارده الصبح ده يا ملاك وسيف عيسى، رجعوا من طبعا من طوكيو جايبين ميداليات، وحصل استقبال تاريخي في المطار النهارده بيهم من وزاره الشباب والرياضه اتحاد التايكوندو، وعملوا عربيه شكلها حلو قوي. هي دي بقى العربيه، عربيه مكشوفه طبعا بتتعمل للابطال. المنظر ده الحقيقه ما شفناهوش كتير، كنا بنشوفه مع كره القدم. والمطار كله اتزين، حتى الناس اللي شغاله في المطار واستقبلوهم باستقبال رائع، حتى الولاد كانوا تعبانين من السفر، بس الاستقبال الجميل ده اللي كان على راسه طبعا دكتور محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضه، لان الوزير في طوكيو، فطبعا المساعد كان موجود ومسؤولين من اتحاد اللعبه والرعاه، قصه كبيره جدا يعني. وطبعا كانوا حققوا طبعا تعرفين ميداليتين البرونزيتين، وهدايا ملاك اللي قدامنا دي في الصوره عملت انجاز كبير، خدت ميداليتين في دورتين اولمبيتين ورا بعض كاول لاعبه في تاريخ مصر تعمل كده. وخليني برضو اقول لكم حاجه، لا الموضوع فيه اهتمام كبير، هي تاني لاعبه، انا اسف، عبير عبد الرحمن اول واحده عملت هذا الانجاز، انا معلش ايه يعني المواضيع تداخلت مع بعض، بس خليني اقول لكم انه النتائج اللي انتم شايفينها دي مش بس جت نتيجه عشوائيه، لا في تخطيط، والدوله الحقيقه واقفه ورا نجومنا وابطالنا، وفي هقعد اتكلم معاكم في الموضوع ده، بس محتاجين استفاضه في رعاه، ومش بس دعم الدوله، لا ده في دعم جاي من شركات كبيره ورجال اعمال كبار، وهنقف على الموضوع ده كتير وهنتكلم عنده، لان مش بس دعم الدوله هو اللي بيروح للاعبين دول، لا في دعم جاي من رجال اعمال، وده طبعا بتوجهات جايه من الدوله المصريه ان لازم يدعم اللعيبه دي، لان الحقيقه الدورات الاولمبيه اللي جايه او الدوره الاولمبيه اللي جايه كمان 3 سنين قريبه جدا مش 4. طب ليه يا كابتن؟ لان اللي فاتت اتاخرت سنه ومع ذلك محتفظه بنفس الاسم طوكيو 2020 برغم احنا في 2021، فاللي جايه 2024، لان ميعاد اللجنه الدوره الاولمبيه ميعاد مقدس. طيب وطبعا اتاجل عشان كورونا، فالنهارده الحقيقه كان فرحه كبيره جدا ودافع كبير للي لسه هيلعبوا، اللي هيلعب دلوقتي هيشوف الاستقبال كان شكله عامل ازاي، اكيد دافع كبير جدا، ومصر دايما بتقف جنب ولادها.